سنة 2011 وأثناء تدريب عسكري تقليدي للغاية، بيتفاجئ القائد المسؤول عن التدريب بسقوط 2 من جنوده بدون سابق إنذار، والأغرب من كده كمان إن هما الاتنين كانوا لسه في ريعان شبابهم، ففي واحد منهم كان عمره 22 سنة والتاني كان عمره 32 سنة، وبعدها يتفاجئ الجميع بخبر وفاتهم. بالطبع حادثة زي دي ما مرتش مرور الكرام، فكان لازم يتم تشريح الجثث عشان يعرفوا بالظبط إيه السبب اللي خلى الاتنين دول يموتوا في نفس الوقت بدون أي سابق إنذار، عشان يكتشفوا إن السبب في موتهم كان مادة ميثايل هيكسامين المعروفة كمان باسم ثنائي ميثايل أمايلين، ودي اختصارها DMAA، ودي مادة منشطة موجودة في مكملات بناء العضلات. بعد التشريح لقوا إن المادة دي كانت موجودة في أجسامهم هما الاتنين، فبالتالي تم ربطها بوفاتهم. بعدها في سنة 2012 كان في شاب تاني اسمه كريستوفر هيريرا، وكان عنده 17 سنة، يعني لسه في بداية حياته، بيكتشف إصابته بتلف شديد في الكبد بعد ما استخدم أحد مستخلصات الشاي الأخضر المصنفة كأحد المنتجات الحارقة للدهون، فبالتالي المستخلص اللي هو استخدمه ده كان فيه مجموعة مركبات تانية مجهولة الهوية والمصدر، فطبعاً الشاب ده اتحط على قوائم زراعة الكبد. فبالرغم من حسن حظ كريستوفر اللي الأطباء بالفعل اتمكنوا من إنقاذ حياته وزراعة كبد جديد، إلا إنه بالتأكيد مرجعش لكامل صحته وما بقاش عارف إنه يمارس الرياضة ولا حتى ينفع يتمشى في الشارع ويشم هواء ويتفسح، فأصبحت حياته صعبة ومليئة بالمحاذير والممنوعات وهو لسه في بداية حياته. بعدها بسنة كمان سنة 2013 كان في جندي تاني اسمه مايكل لي سبارلينج عنده 22 سنة، بدون أي مقدمات جات له سكتة قلبية مفاجئة وتوفى، برغم إنه كان ساعتها في أفضل حالاته الجسدية. وطبعا من كلامنا ده أنت أكيد خمنت السبب اللي اكتشفوه لوفاته، مايكل كان لسه واخد الجرعة المسموح بيها من أحد المكملات الغذائية اللي اسمها جاك 3D، والمادة دي كان المصنعين بتوعها والقائمين على الدعاية بيوعدوا المستخدمين إن هم هيعملوا فورمة عضلات ما حصلتش، لا ومش كده وبس، ده كمان هيبقى عندهم طاقة غير مسبوقة وقدرة عالية جدا على التحمل، يعني هيقدر هو في الجيم بكل بساطة إنه يشيل كل الأوزان اللي ما كانش بيعرف يشيلها قبل كده. وطبعا زي ما أنت توقعت المنتج ده هو كمان كان بيحتوي على المادة اللي اتسببت في قتل أول 2 من الجنود اللي هي مادة DMAA أو الميثايل هيكسامين. من الحوادث دي كلها وغيرها بدأوا يسلطوا الضوء على خطورة المكملات الغذائية وحوارق الدهون، وبدأ يخلي منظمة الصحة العالمية إن هي تبدأ تقلق من الأدوية دي، فبالتالي تبدأ تاخد الخطوات الأولى في التحذير منها، وده خلى مجموعة من الدول تبدأ تمنع استخدامها، ومن ضمن الدول دي كانت كندا ونيوزيلندا وأمريكا. وبسبب إن كتير من الناس بعتوا لنا يسألونا عن أدوية التخسيس والأدوية الحارقة للدهون المنتشرة في السوق حاليا، واللي فيه كتير منها مش بيكون مصرح أصلا باستخدامه من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، فبالتالي طبعا بتكون مجهولة المصدر وغير مضمونة. فقررنا نخصص الحلقة دي ونتكلم فيها بشكل أوسع عن المكملات الغذائية الحارقة للدهون، والمنتج الأشهر فيهم هو لايبوسكس. أهلا بكم في حلقة جديدة من فارماستان. يا ترى كيف بدأت حوارق الدهون؟ حوارق الدهون بدأت تظهر من 120 سنة تقريبا، وتحديدا في أواخر القرن 19. في البداية ما كانش اسمها حوارق الدهون، لكن كان اسمها أدوية خفض الدهون، وكانت عبارة عن مستخلص من الغدة الدرقية بيساعد في زيادة الحرق وتحسين العمليات الحيوية في الجسم، لكن مع الأسف اكتشفوا إن بيكون ليها أعراض جانبية كتير سيئة، من ضمنها مثلا زيادة معدل ضربات القلب واضطرابها والإحساس بالضعف العام وآلام الصدر وكمان ارتفاع ضغط الدم، لا وممكن كمان تؤدي في بعض الأحيان للموت المفاجئ. فالغير متوقع بقى إن بالرغم من كل المخاطر دي إلا إن الأدوية اللي من النوعية دي فضلت مستمرة في السوق لحد الستينات، وده بيديك مؤشر إزاي الناس كان عندها استعداد تخاطر بحياتها في سبيل بس إن هم يفقدوا وزنهم بشكل أسهل. وبسبب الاستعداد ده استمرت الأبحاث مستمرة في سبيل إيجاد دواء فعال لإنقاص الوزن، لحد ما توصلوا في الثلاثينات من القرن الماضي لدواء اسمه ثنائي النيتروفينول أو داي نيتروفينول، وده كان بينتج إحساس داخلي بارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية لدرجة ممكن تسبب في بعض الأحيان بالوفاة، وتسبب بالفعل في عدة وفيات، وكمان ظهرت مجموعة من المشاكل الناتجة عن الدواء ده زي حالات طفح جلدي شديد، تلف حاسة التذوق، اعتام عدسة العين، وده خلى إدارة الغذاء والدواء إن هي تمنع استخدام الدواء ده داخل الولايات المتحدة. وعشان تستوعب أكتر خطورة الدواء ده يكفيك إنك تعرف إن المادة دي بيتم استخدامها كمبيد حشري ومطهر، مش أكتر من كده. وعلى الرغم من الحوادث دي كلها إلا إن الأبحاث ما وقفتش، عشان يظهر لنا في الخمسينات عيلة المركبات الأشهر لإنقاص الوزن واللي استخداماتها مستمرة لحد النهاردة، وهي الأنفيتامينات، واللي أحد أشكالها مادة DMAA اللي اتكلمنا عنها في أول حلقة. وبالمناسبة المادة دي لحد دلوقتي بتتسبب في حلوث حالات وفاة. فأول ظهور لمجموعة الأنفيتامينات كان أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانوا بيدوها للجنود عشان يحافظوا على يقظتهم وانتباههم، لكن بقى اللي دفعهم لاستخدامه في إنقاص الوزن هو ملاحظة إن أحد أعراضه الجانبية على الجنود كانت فقدان الشهية. وبالرغم من أعراض الأنفيتامين الجانبية الخطيرة على المستوى النفسي والعصبي وخطر إدمانها كمان، إلا إنها كانت بتشير بوضوح إن مشاكلها أكتر من فوائدها. واستخدام الأنفيتامينات فضل مستمر لفترة كبيرة بعدها عشان الأبحاث تفضل مستمرة وتطلع لنا أدوية جديدة لإنقاص الوزن. جينا بقى في السبعينات لقينا إن أحد الأطباء الدنماركيين
الحركيين، بدأ إن هو يدمج مع بعض مركبين مشهورين جدا، واحد اسمه الكافيين والتاني اسمه إفيدرين، علشان يعالج بيهم الأزمة الصدرية. لكن التوليفة بتاعته دي واللي اتسمت بالإفيدرا أظهرت نتيجة أحسن في إنقاذ الوزن عن نتيجتها أصلا في علاج الربو أو الأزمة الصدرية. وبدأ يتم استخدام الإفيدرا للسبب ده لغاية التسعينات لما بدأت التقارير عن أعراضها الجانبية تظهر بكثرة، وده اللي دفع منظمة الغذاء والدواء إن هي تحذر الناس منها. ومع حلول القرن 21 بدأ الاتجاه للأعشاب واستخدامها في توليفات خاصة لإنقاص الوزن، وكانت طبعا كتير من التوليفات دي مش بتخلو من الأمفيتامين، لغاية ما بدأت تظهر المشاكل اللي اتكلمنا عنها في أول الحلقة، فبدأ استخدامها مع الوقت يتمنع في بعض الدول. وبسبب الاعتماد مؤخرا على توليفات كتير لإنقاص الوزن فيها عشرات من المواد الفعالة، كانت أكبر مشكلة قابلتنا لما جينا نجهز للحلقة دي إن مفيش مادة فعالة وحيدة ممكن نوجه لها كل الاتهام واللوم، يعني مفيش مادة منهم نقدر نقول عليها إن هي دي البريئة اللي بتنقص الوزن، وإن المادة التانية دي هي اللي وحشة وليها أعراض جانبية، باستثناء طبعا المواد اللي بدأ منعها بالفعل بسبب أعراضها المثبتة. وده بسبب إن معظم الأدوية دي هي عبارة عن كوكتيل من المواد الفعالة اللي بتتجمع مع بعض عشان تدي التأثير المجمع وهو إنقاص الوزن. فعندك مثلا مادة لايبوسكس، لو دخلت على جوجل مثلا وبحثت بكلمة لايبوسكس هتلاقي أكتر من 20 منتج طلع لك، وكل منتج منهم مختلف عن التاني في الشكل والأهداف والمكونات. لا ومش كده وبس، ده حتى المكونات نفسها لنفس المنتج هتلاقيها بتختلف من دولة للتانية، وده طبعا على حسب تصريح وزارة الصحة في كل دولة منهم اللي ممكن تمنع استخدام أحد المواد الفعالة اللي موجودة في المنتج ده اللي هتلاقيه موجود في دولة ومش موجود في التانية. فبالتالي هتلاقي إن كل دولة بيكون عندها اللايبوسكس الخاص بيها. واشهر مثال على كده هي مادة الميثايل هيكسامين اللي هي DMAA، ودي طبعا اتكلمنا عنها من شوية ان تم منع استخدامها في بعض الدول بسبب حالات الوفاة اللي نتجت عنها، فبالتالي تم اصدار منتجات حرق دهون باصدارات جديدة بدون المادة الفعالة دي عشان تتباع بشكل قانوني في الدول اللي هي اتمنعت فيها، في حين انه فضل على وضعه زي ما هو في دول تانية. طب السؤال الاهم من كل ده، هل المنتجات دي بتنقص الوزن فعلا؟ الاجابة اه بتنقص الوزن، ولو خدت الادوية دي هتشوف الفرق بنفسك على الميزان. طيب امال فين المشكلة هنا؟ المشكلة هنا مش في نزولك في الوزن، المشكلة انت خسرت ايه عشان تفقد الوزن. وعشان نعرف انت خسرت ايه هنبدا سوا نحلل ابرز المواد الفعاله في المكملات الغذائيه اللي بيتم الترويج ليها بانها حارقه للدهون. فاول ماده فيهم هي ماده DMAA، ودي احد مشتقات الامفيتامين، وده عملنا عنه حلقه كامله قبل كده. الدواء ده باختصار بيشتغل على تحفيز الجهاز العصبي، وتاثيره بيكون مشابه للدوبامين والادرينالين، يعني بيحط الجسم في حاله استثاره دائمه، والتاثير ده بيسموه في علم الادويه امفيتامين لايك افكت، يعني تاثير مشابه للامفيتامين. فطبعا ده التاثير الاساسي اللي بيتسبب في انقاص الوزن عن طريق انه بيخلي الجسم بيشتغل على حرق السعرات بشكل سريع. لا ومش كده وبس، ده كمان بيحسسك بالشبع، فعشان كده كان احد ابرز المكونات في معظم منتجات حرق الدهون. لكن في نفس الوقت الحلو ما بيكملش، بيكون ليه تاثير سيء جدا على القلب والدوره الدمويه، لانه بيزود ضربات القلب بشكل سريع وبيعمل فيها اضطراب، وكمان بيرفع ضغط الدم، وده مع الاسف اللي خلاه يتسبب في حالات وفيات كتير. تاني ماده عندنا هي الكافيين، بس بجرعات عاليه جدا، وغرضها في المنتجات دي هي زياده النشاط عشان يزود معاها الاداء الرياضي. بس طبعا مش محتاجين نتكلم عن اضرار الافراط في الكافيين، وانه كمان بيتسبب في ضغط كبير على القلب والاوعيه الدمويه، وبيسبب كمان الارق واضطرابات النوم. بالاضافه كمان ان الكافيين في المواد دي بيكون حاجه اسمها انهيدروس، يعني منزوع الماء، وده بيخلي الشخص محتاج انه يشرب كميات كبيره جدا من الميه مع الدواء، والا هيصاب بالجفاف. اما بقى ثالث ماده هي حاجه اسمها ثايوبرومين، ودي احد مستخلصات شجره الكاكاو اللي بيكون ليها تاثير مضر للبول، وكمان بيكون ليها تاثير محفز للعضلات اللا اراديه اللي زي عضلات الامعاء، فطبعا ده بيزود من حركه الجهاز الهضمي عشان الاكل ما يقعدش فيه فتره طويله، فبالتالي مش هيخليك تحصل على العناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها بشكل كافي. اما بقى رابع ماده هي حاجه اسمها يوهيم بين، ودي ماده مستخلصه من شجره افريقيه، والهدف من وجودها هنا ان هي تعاكس تاثير ماده اسمها نور ادرينالين، وده بيكون على مجموعه من المستقبلات في جسمنا اسمها مستقبلات الفا. فلما النور ادرينالين بيجي يشتغل على المستقبلات دي بيمنع تحلل الدهون وبيساعد الجسم في الاحتفاظ بيها، فلما هي هنا بتعكس تاثير النور ادرينالين ده بيمنع تاثيره وبيمنع كمان الاحتفاظ بالدهون، فبالتالي هتساعدنا في عمليه حرق الدهون. خامس ماده معانا اسمها سينفرين، ودي مستخلصه من قشر البرتقال، وهدف وجودها في منتجات حوارق الدهون هو سد الشهيه. اما بقى سادس ماده هي حاجه اسمها بيوبرين، ودي مستخلصه من الفلفل الاسود، والهدف من وجودها هنا تحسين الامتصاص الغذائي. طبعا في مواد تانية ممكن تدخل في منتجات حوارق الدهون غير اللي احنا قلناها، وفي مواد من اللي احنا قلناها ممكن ما تدخلش، وده بيكون على حسب نوع المكمل الغذائي وعلى حسب القوانين بتاعت كل دوله بينزل فيها المنتج ده. لكن احنا كده حاولنا نسلط الضوء قدر الامكان على اكبر عدد من المواد المستخدمه في معظم مكملات حوارق الدهون. نيجي بقى للاثار الجانبية والتدخلات الدوائية. طبعا انت كده عرفت ان الادوية اللي احنا قلناها دي كلها ادوية بتخسس، وفي نفس الوقت عرفت ان ليها اثار جانبية عنيفة جدا. فببساطة من ضمن الاعراض الجانبية اللي ممكن تحس بيها هي زيادة الضغط والاجهاد على عضلة القلب وزيادة خفقانه، وعندك كمان ارتفاع ضغط الدم والارق واضطرابات النوم، وكمان معاهم اضطرابات المزاج، وممكن تصاب كمان بالتوتر الشديد اللي ممكن يوصل معاك في بعض الاحيان لنوبات الهلع، ده غير كمان ارتفاع درجة حرارة الجسم واضطرابات الجهاز الهضمي وكمان تليف الكبد، وعندك كمان الفشل الكلوي والجفاف. طبعا عند ظهور
حضور اي عرض من الاعراض دي لازم توقف الدواء فورا وتلجا للطبيب في اسرع وقت عشان يبدا يتعامل مع المشكله دي قبل ما تزيد وتعمل لك مشكله كبيره تؤدي للوفاه. بالاضافه للاعراض الجانبيه اللي احنا قلناها دي كلها، فبيكون عندك كمان عدد مهول من التدخلات الدوائيه اللي ممكن تحصل لما تاخد الدواء ده مع اي دواء تاني. يعني مثلا لو بتاخد ادويه للقلب او ضغط او سكر او غده او اي ادويه نفسيه، ما ينفعش تاخد معاها ابدا اي حاجه من المكملات الغذائيه الحارقه للدهون. اما بقى بالنسبه لموانع الاستخدام، فلو انت بتعاني من اي مشاكل في الكبد او الكلى او في الجهاز الهضمي، بالتالي ما ينفعش ابدا انك تاخد اي ادويه من مكملات حوارق الدهون. وطبعا ده بديهي جدا، لان مع كميه المواد الفعاله الموجوده في الدواء الواحد من دول، اي دكتور او صيدلي هيبص على الدواء ده هيحس ان هو بيتعامل مع حقل الغام، لان بيكون في موانع استخدام كتيره جدا سواء في الاكل او في الشرب او في الادويه التانيه اللي ممكن تاخدها. فالمشكله هنا ان الادويه دي لما تدخل على الجسم بتعمل فيه زي حاله غليان علشان بس هدف قصير الامد، فبتعمل فيه مجموعه كبيره من التغيرات في نفس الوقت، بتضغطه وبتخليه مرهق وكمان معرض كتير لمشاكل صحيه، خصوصا لو كان عنده استعداد جيني. فطبعا رد فعل جسمنا هنا بيكون عنيف جدا، ممكن يوصل للوفاه في بعض الاحيان. والمشكله الاكبر من كده كمان ان المكملات الغذائيه دي ما هياش منتج ساحر، لكن برضو علشان تشتغل معاك كويس هتحتاج معاها انك تمارس رياضه وتعمل دايت. طب طالما انا كده همارس رياضه واعمل دايت، ليه اخدها من الاول؟ يعني ليه ادخل نفسي في رهان صعب ومخاطره كبيره، في حين ان فلوس الادويه دي لو انا صرفتها في مجالها الصح وجبت بيها اكلات مغذيه اكتر وفيتامينات جسمي محتاجها او تحاليل دوريه، كل ده هيصب في مصلحتي وفي الاخر هوصل لهدفي اللي انا عايزه اللي هو خساره الوزن. ونصيحتنا لكل متابعي فارماستان في كل مكان ان هم يحاولوا قدر الامكان يبعدوا عن كل الادويه مجهوله المصدر والغير مصرح باستخدامها من وزاره الصحه في بلدكم، خصوصا ان كتير من الادويه دي ما بيكونش ليها تصريح اصلا لتواجدها في الدول دي، وبتوصلك في بلدك عن طريق التهريب او بشكل غير قانوني، فبالتالي انت ما تضمنش ايه اللي موجود جوه الكبسوله، وهل هي فعلا فيها الدواء الحارق للدهون اللي انت عايزه، ولا فيها ماده ثانيه مضره ممكن تعمل لك مشاكل صحيه. فصحتك امانه وهتتسال عنها، وما تستهونش باي حاجه ممكن تاخدها، لان هي ممكن بكل بساطه تنهي حياتك. فافتكر في الاخر ان مفيش كائن في الدنيا ممكن يكون خطر على الانسان غير الانسان نفسه. اشوفكم الحلقه الجايه. لو المحتوى اللي بنقدمه عجبك وعايزنا نستمر، اشترك في قناه فارماستان على يوتيوب، وما تنساش تشغل الجرس. هتلاقي المصادر تحت الفيديو، وهتلاقي معهم الاكونت الشخصي بتاعي على انستجرام لو حابب تتابعني بشكل شخصي. تابعنا باستمرار وكن مواطن في جمهوريه فارماستان. السلام عليكم.